اتفضل دقيقه واحده كده. اتفضل يعني ده كان المؤتمر الصحفي ما بعد اللقاء. فيريرا قال الحقيقه نقط مهمه جدا، اتكلم على انضمام لعيبه نادي الزمالك للمنتخب الوطني، اتكلم على توقيت المعسكر ما كانش مناسب، اتكلم على ان لازم يحصل تنسيق بينه وبين كوبر، اتكلم على ان هو الراجل يحترم منتخب مصر ويعرف قيمه منتخب مصر ويتمنى ان عدد كبير جدا من اللعيبه يكون يعني ضمن المنتخب او قوام المنتخب الاساسي، اتكلم ايضا عن فريق سموحه وبارك للكابتن حلمي طولان او حيا كابتن حلمي طولان على ان هو قدر يصنع فريق قوي، كابتن حلمي كمان اتكلم على ارهاق اللاعبين الفتره الماضيه واتكلم ان هو اللاعبين طالعين من لقاءات افريقيه صعبه زي لقاء انيمبا اللي فات، واتكلم ايضا ان هو عنده نقص في عدد اللاعبين بشكل كبير جدا، ولكن ظهر على كابتن حلمي بعض التنشنه اثناء اللقاء. فيريرا الحقيقه الراجل كان هادئ جدا وكان يتحدث بهدوء، الحقيقه ما اتكلمش ان الدوري خلص، قال لسه المشوار بدري. دي كانت بعض النقط اللي اتكلموا عليها فيريرا المدير الفني نادي الزمالك والكابتن حلمي طولان المدير الفني نادي سموحه. كابتن سيد يعني شايف في الشوط الثاني ازاي مع وجود كابتن حلمي بيتكلم ان الشوط الثاني متساوي فنيا ما بين سموحه وما بين نادي الزمالك، ويعني قال ان ما كانش فيه افضليه لنادي الزمالك، مع العلم ان يعني الشاشه مختلفه عن كده، نادي الزمالك هو كان الافضل، نادي الزمالك كان عنده كذا فرصه، التغييرات كانت صبت في صالح نادي الزمالك، مع وجود اللغز اللي انا الحقيقه متمسك بيه وهو وجود خالد قمر. يعني خالد قمر قلنا التغيير هيشغله، لا التغيير شغل باسم مرسي اللي نازل. هو اول حاجه بالنسبه للكابتن حلمي، لا يعني الزمالك كان عنده الافضليه، يعني كان عنده الفرص الاكتر شويه. هي مبدئيا هي مباراه مش ممتعه يعني، ولا الشوط الاولاني حتى الشوط الثاني بس فرص قليله، بس الزمالك عنده الافضليه والزمالك كان عنده فرص يعني اقرب، يعني فرصتين او ثلاثه اقرب. بتروجيت ودمنهور بس نقول للناس 2-0 حتى الان لبتروجيت. لبتروجيت طيب زي الفل، اكمل كلامي. مبروك يا سيد. اكمل كلامي كده وانا مبروك يا سيد. مبروك. اتفضل يا كابتن. فالزمالك كان عنده الافضليه، والحاجه المهمه برضه في فيريرا النهارده ان هو ما كبرش، يعني هو الشوط الاولاني بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، الثلاثه ما كانش عندهم الناحيه الهجوميه الموجوده، الراجل ما كبرش، راح مغير ونزل عمر جابر، واحد عنده النزعه الهجوميه وده ساعده حتى في ضربه الجزاء، يعني تغييرات نادي الزمالك حتى لا واضح ان هو عايز يكسب، اداء نادي الزمالك الشوط الثاني افضل من الشوط الاول نسبيا، انما مش ممتع، بس نادي الزمالك بيعرف ياخد من المباراه اللي هو عايزه. مبدئيا عنده مكاسب كتيره جدا النهارده، مكاسب كتيره ان هو تنظيم الدفاع اللي موجود عنده نادي الزمالك اللي انا مصر عليه ان بقالنا فتره كبيره جدا نادي الزمالك بقاله سنين كتيره ما شفناش التنظيم ده، اقل عدد اهداف، ما فيش حد بيروح للجون بسهوله، فنادي الزمالك محافظ على الشكل بتاعه. النهارده مكسب بتحط ضغط كبير جدا على النادي الاهلي، عامل مشكله للنادي الاهلي ان انت بتكسب مباريات صعبه، دي خطوه مهمة جدا. مباراة سموحة في اسكندرية خطوة مهمة جدا للدوري، مشوار الدوري بيبقى فيه محطات مهمة. النهارده الزمالك اثبت فعلا ان هو نادي الموسم ده مختلف، بيحاول او بيقرب بنسبة كبيرة جدا لبطولة الدوري بمكسبه لفرق كبيرة. النهارده مباراة مهمة، فيريرا مدرب محترم، تغييراته بتدل ان هو راجل ما بيكبرش، اي حاجة في الملعب هو شايفها غلط بيعدلها، ما عندوش اصرار على حاجة معينة. انت كنت بتسأل كابتن سيف على خالد قمر ووجوده، حتى الراجل لما ساب خالد قمر هو سابه لسبب تاني، سابه هو وباسم مرسي عايز يعمل ضغط هجوم، لان نادي الزمالك خلال الشوط الاول ما شفناش اي زيادة، يعني باستثناء ايمن حفني هو اللي كان موجود خلال الشوط الاولاني. الشوط الثاني حتى احمد عيد برضو ما شفناهوش، يمكن المباراه دي انا شايفها ان هي من اقل المباريات لعيد خلال الفتره الاخيره، يعني عيد بقى له فتره، هو الاصابه كمان تنشنته قوي يعني، يعني عيد بقى له فتره مؤثر بشكل كبير في اداء نادي الزمالك. النهارده لا يعني مش هو عيد بتاع اخر 3-4 مباريات، فنادي الزمالك لا مكاسبه كتيره جدا النهارده، يعني بكل امانه لا نادي الزمالك ماشي كل خطوه بيقرب، يعني النهارده خطوه مهمه بالنسبه له. تمام كابتن احمد.